بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد بلقياكم. وكالعادة كل مرة نتكلم في موضوع يخص التغذية الصحية الطبيعية، يعني ما كان عليه الآباء والأجداد قديما حيث كانوا ينعمون بصحة وعافية. وفي هذا المقطع غادي نتكلموا على فوائد البيض البلدي، البيض البلدي وليس البيض التجاري اللي كنقولوا ليه الرومي. والمناسبة كانت هي واحد البيض جاء عندي كهدية من البادية اليوم، فكانت فرصة لمعرفة وتقاسم بعض المعلومات مع المتابعين الأوفياء الأعزاء. البيض البلدي يحتوي العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان ولصحة الجهاز المناعي. هذا البيض البلدي غادي نتكلموا عليه، يعني في القديم كيف كان يؤكل وفي زماننا هذا. هذا هو البيض البلدي، 8 درهمان يعني خمس الأورو تقريبا. وهذا هو البيض الرومي التجاري، درهم واحد عشر الأورو تقريبا. كنتكلموا على فوائد البيض البلدي. البيض البلدي كما قلنا غني بفيتامين أ وفيتامين ب 12 والسيلينيوم، وكل هذا يعزز المناعة. البيضة يعني عندنا هنا القشرة الداخل كاين الصفار البيض اللي كنقولوا ليه المح، وإذا عندنا داك الأبيض هذاك المح غني بفيتامين دي وغني بالزنك. الفيتامين دي كنحصلوا عليه من الكثير من الأغذية الأخرى، ونتعرضوا أيضا لأشعة الشمس راه مفيدة، يعني كتلعب واحد الدور مهم في حصول الجسم على فيتامين الدي. الفيتامين دي اللي موجود في البيض يعني يعمل على بناء العظام ويعمل على تنظيم نمو الخلايا، ايضا يعمل على زيادة النشاط المناعي. والبيض يحتوي الكالسيوم، وخاصنا نعرفوا واحد الحاجة وهو انه لا يمكن امتصاص الكالسيوم الا بوجود فيتامين دي. والكالسيوم تكلمنا عليه في مقاطع سابقة، مهم لصحة العظام والكتير. أما الزنك فهو عنصر غذائي مهم لجهاز المناعة وأشياء أخرى كثيرة، منها حاستي الشم والذوق. متى نتناول هذا البيض البلدي؟ من القديم الأجداد ديالنا كيتناولوه في الصباح، لأنه كيمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة، لأن البيض يحتوي على البروتينات كيمنح الطاقة للجسم. أيضا البيض يعمل على خسارة الوزن، يعني إنقاص الوزن لمن يريد التخسيس، ومفيد لصحة البشرة. وكانوا في القديم كياكلوه مسلوق مع خبز الشعير، ويضيفوا الخبز يضيفوا ليه زيت الزيتون، وربما خبز الشعير أحيانا يحتوي على الكمون، أو يرشون الكمون على الكمون المطحون على البيض، وليس كما يفعل الآن رش الملح للدماغ كيولف هذه القضية وكيوافق عليها وكيولي الملح اللي هو عادة مكتسبة كتولي شيء عادي وهو ليس بالعادي. أو كانوا كيتناولوا هذا البيض مع حليب البقر ويضيفوا ليه داك حب برشام. وانا باقي صغير كانوا كياكلوا البيض مع مطيشه، وكانت عندها واحد السميه كيقول لها شرموله، الان كيقولوا لي تشرميله، دابا راه ولات تشرميله، هو في هذا الشيء ديال ضربوا بسكين ضربوا بجنويه كريسه والى اخره. واللي بغيت نقول ان بعض السيدات كيديروا قناع البيض، والكارثه كيديروه بالبيض التجاري الرومي. قناع البيض كتهرس البيضه وديرها على وجهها، كيقول لهم الماسك. هذاك قناع البيض ليس بالفكره الجيده. لماذا؟ لانه كاين واحد الجرثومه خطيره كتدمر الجهاز الهضمي. هاد الجرثومه سميتها جرثومه السالمونيلا، السالمونيلا في البيض، في بعض الدواجن، في ديك الزواحف، افاعي السلاحف. يعني مثلا لمسيت واحد السلحفه عندي مربيه خاصني نغسل يدي بالماء والصابون، لان الانتقال ديال الجرثومه للوجه راه يشكل خطر محدق. حتى البيض، هذا البيض انا كان الان خديت هذا البيض نكمل نغسل يدي.
جرتومات هاد السالمونيلا ما معهاش اللعب. وايضا بعض الناس الله يهديهم كيتناولوا البيض نيء، بيض نيء اخضر غير يمكن نقولوا حنا في الدارجه ما طيبش، وهذا قد يسبب بعض الامراض ويقدر يسبب تسمم غذائي احيانا. كتكلم معاه كتقول ليها كيقول لك لا راه كليتها بلديه، ولو انها بلديه كتقول لي علاش كليتيها بلديه، كيقول لك وراها كي نوض مع نقوم مع الصباح باكر نتناول بيضه نيئه راه كتغسل الكلاوي وكتنظف الصدر. وشكون اللي قال هاد الهضره؟ قالوها في الزنقه، قالوها في السوق، سمعها في الحمام، سمعها في الحلقه، يعني ما عندهاش واحد الاساس علمي. والناس اللي عندهم نقص في المناعه يعني المرض اللي جا كيضربوا خصوصا الامراض الانتهازيه، ودوك اللي كيكون ضارينهم الحلاقم كيكون عندهم امراض انتهازيه ونقص في المناعه، ممنوع عليهم تناول البيض النيء. وهذا البيض دوكا هو قليل الثمن مرتفع، حتى مولي الباديه ما كيستهلكوش بكثره، كون كتلقاهم كيبيعوه باش يشريو بعض المواد الاساسيه كالزيت والسكر او اشياء اخرى. الله يحسن لهم. والدجاج البلدي راه ماشي هو الدجاج الرومي، الدجاج البلدي الا بغيتي تشدو راه خاصك معاه واحد الوقت وتتجري وراه وشديه ما تشد. الدجاج التجاري لا، الدجاج الابيض، الدجاج الرومي لا، تقدر انت كتمضي في ذاك السكين هو كيشوفك عادي. اما مثلا الجداد ديالنا قديما ملي كانوا كيبغيو يبيعوا الدجاج كيقول لك الدجاج السوق مربوط في الخيش مع الليل، انا باغي نبيع الدجاج مع الصباح في السوق، راه الليله راه مربوط في الخيش، لان غتقوم مع الصباح غادي تشد وغادي يهرب لك وجا ما يشدو. المهم عند شراء البيض يجب تحري الجوده. وشي نساء الله يهديهم يعني قله الوعي، الرجال كيشريو البيض المكسور والبيض اللي كنقولوا حنا مشقوف، الشقفه ديالو مكسره، كيكون رخيص كيما كنديرها في الحلوه يا ودي، ديك اللي مكسوره ولا مشقوفه ولا كذا راه كتكون فيها الجراثيم وبسهوله كتدخل فيها البكتيريا. عفوا. بالنسبة للبيض، لا نتعدى بيضة واحدة في اليوم، بيضة واحدة تكفي، وثلاث بيضات إلى خمس بيضات كافية في الأسبوع. والإفراط في البيض راه غادي يعطينا انتفاخ وغازات ومغص، خصوصا الناس اللي كيعانيو من أمراض القولون، من أمراض القولون، الناس اللي كيعانيو من أمراض القولون يبعدوا عليه. وهنا كنا واحد القضيه بعدا بالنسبه لهاد الدجاج التجاري، كيجينا من واحد النوع ديال الدجاج كيقولوا الدجاج البياض، يعني كيعطيوه اللقاح اللي تقول ليه البرا، ديري ليه الغبره في الماء، يعني الضوء كيتحكموا ليه في الضوء. مثلا عندنا في اليوم 24 ساعه كيقسموا على جوج، كيديروا 12 ساعه يطفيو عليه الضوء ويشعلوا الضوء. يعني مثلا دجاجه بلديه عاديه كتبيض مره في اليوم، لا هما خلاوه يبيض مرتين، كيتحكموا ليه في ذاك الضوء وكيديروا ليه التقطيره في العينين، كيدير غاد البيضه اللي غادي يعطيك، وكاين البيضه اللي ولاو فيها جوج يعني محين مشكله. وهنا حدا المسجد حضرت واحد المسابقه، واحد المجموعه تاع الناس داك الشيء قال لك ودي دير مسابقه خايد 500 درهم، الدرهم تقريبا هو الاورو، خايد 500 درهم ودير واحد الرهان ديال اكل 30 بيضه تجاريه روميه مسلوقه. هذا باغي يمشي للمقبره. وحضرت ليه تا كان مع 10 او 13 توقف، والسيد عاطي ساعه ياكل هذاك الشيء، يعني كياكل وكيمشي وكيشرب الماء وكذا وكذا، ولكن في الاخر يعني داك التحدي ديالو خسره، وخايد 500 درهم وما فكرش في العواقب الوخيمه على صحته. البيض البلدي البيض البلدي يحتوي العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان ولصحة الجهاز المناعي. قلنا الفيتامين أ، فيتامين ب 12 والسيلينيوم، وهادشي كله مهم لتعزيز المناعة. بالنسبة لصفار البيض اللي سميناه المح، غني بفيتامين دي والزنك، مهمين. البيض مهم لصحة الدماغ لأنه كيحتوي أيضا فيتامين ب 6، وكما قلنا فيتامين ب 12 والفولات والكولين. وقلنا أفضل
وقت هو الصباح، لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة لاحتواء البيض كما قلنا على بروتينات، والبيض يمنح الطاقة للجسم، وقلنا يعمل على خسارة الوزن يعني إنقاص الوزن، ومفيد لصحة البشرة. وقلنا أن هذا البيض المسلوق راه يعني مع في القديم كانوا كياكلوه بيد الخبز ديال الشعير أو أحيانا القمح. الشعير هو اللي كان مهيمن، وكانت غير الخميرة البلدية، وكانوا يرشوا عليه الكمون. ومرة أخرى كنقولوا دوك السيدات اللي كيديروا داك القناع تاع البيض راه ليست بالفكرة الجيدة. وفي الأخير كنقولوا نشيروا بأن البيض راه يحتوي مضادات الأكسدة، وبالتالي يعني كيساعد الناس المتقدمين في العمر. وقلنا دائما نقول أن هاد مضادات الأكسدة كتحارب الجذور الحارة اللي كتخلي الإنسان يكبر ويبان شارف، ويعني وكيتصاب بأمراض وكذا وكثير. وقلنا هاد الجذور الحارة عندها أسباب كثيرة، من غير التغذية، منها التدخين والخمر والسهر، ويعني والكسال، وديك ربما كيشم رائحة ديال مواد كيماوية، كيعمل في شي مكان فيه مواد تنظيف أو ما شابه، راه تكلمنا عليها كثيرا. أيضا تكلمنا على فوائد البيض، لا بأس أن نتطرق للحرب الروسية الأوكرانية. الحرب ديال روسيا على الأوكران كانت بدأت في 24 فبراير، وحنا اليوم في السبت 18 يونيو، يعني هذه الحرب تقريبا الآن في يومها 115، يعني قريبا ستتمم 4 أشهر بالتمام والكامل. كما كتشوفوا هذه الحرب كيقولوا هما بأنها زادت، هي السبب في زيادة أثمنة الوقود المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والكثير، يعني كانت كشماعة لصقوا فيها التهم. وكانت واحد الحرب مدمرة يعني مخربة، خربات هذيك البلاد ديال أوكرانيا، اللي كانت واحد البلاد كتستقبل الكثير من المهاجرين، وفيها يعني يد عاملة كبيرة نشيطة، وكانت كسلة غذاء عالمية لدمر هذا اللي كيتسمى بوتين. أوكرانيا خسرت الكثير، وأيضا روسيا خسرت الكثير، حتى أنه أكبر عدد من الجنرالات الروس كيموتوا في هاد الحرب، أكثر من اللي مات في الحرب العالمية الأولى والثانية، حتى أن 15 ألف مليونير روسي يفكرون في الهروب من هاد روسيا. بالنسبة لروسيا التوقعات كالتالي، غادي يكون عندها انهيار في قادم الأيام. أما الدول أوكرانيا، مخربة مخربة، ولكن كيقول لك الحمية كتغلب السبع. الدول الأوروبية الغربية وزد عليها اليابان وآخرون كيعاونوا أوكرانيا بالسلاح وبالمال وبالعتاد وبالخبرة وبأي شيء. نقدروا نقولوا ضحاوا بواحد المجهود، واحد الأزمة، ولكن الدب الروسي غتكون عنده انهيار في قادم الأيام. وكانت هذيك القضية ديال يعني نصدروا لكم الغاز بمقابل الروبل، وهذا نعش واحد شوية الخازنة الروسية. ولكن الأخرين راهم أذكياء، الأخرين راه كيبحثوا على الحلول. ربما في قادم الأيام راه الغاز الروسي ما غادي يبقى حتى واحد يبغي، لأن الغاز موجود في جميع بقاع العالم، وما زالت الاكتشافات ديالو. ف يعني نقدروا نقولوا مثلا روسيا تقدر تربح تكتيكيا، ولكن غادي تخسر استراتيجيا، وربما تتفكك، وربما يعني ايام حالكه مقبله عليها. وكاين اللي كيتعاطف معها، وكاين اللي كيتعاطف مع اوكرانيا والاخرين، وما كيما كيقولوا تاغنفود ما مملس، يعني الغرب وامريكا فعلوا الافاعيل بالعراق، والاف القتلى، عشرات الالاف. ايضا ما زالت الروس تفتك بالإخوة السوريين، فقتلت أيضا الآلاف وشردت الآلاف، ولا زالت تلقي يعني بالبراميل المتفجرة وتساعد المجرمين هناك. فروسيا ينتظرها أو تنتظرها أيام حالكة سوداء. غادي يكون عندها واحد يعني توقعات، مجرد توقعات، غادي يكون عندها واحد انهيار اقتصادي،
يعني وربما الدسائس بيناتهم المعارضين للحرب كثر، واليد ديك الرأسماليين الكبار يهربون، وكاين واحد كاين واحد كنقولوا احنا عقوبات قاسية على روسيا. هذه العقوبات لا ان لم تظهر الان ستظهر فيما في قادم الايام، وكي تتجنب روسيا هذه العقوبات لابد من اتفاقيات مع الغرب وعلى رأسهم امريكا. يعني غتكون واحد التنازلات كبيرة، واصدقاء روسيا لا يعني لا يقدرون على شيء، يعني يتفرجون لان مصالحهم